عايزة أسأل حضرتك أول سؤال وأسألك، إيه هي علاقة الصيام بالصدقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم ملكه، والله علم على الذات العلية، والرحمن رحمن الدنيا، والرحيم رحيم الدنيا والآخرة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نزلت قالت الملائكة: نزل الأمان اليوم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل خير وفيها الخير وبعدها كل خير. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ بغير اسم الله فهو أبتر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وبعد، الحمد لله رب العالمين، جعل الله تعالى الصيام فريضة وجعل من ورائه غاية، والغاية من الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية الكبرى والعظمى من الصيام هي أن يتقي الإنسان ربه فيخرج من رمضان غير ذي قبل، فإن كان مشاحنا أو مخاصما أو فيه صفات من صفات الجاهلية يخرج من رمضان وقد تشبه بالملائكة لأنه أصبح من المتقين. صحيح. عندما تحدث الله تعالى عن الصدقة قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين. صحيح. من هم المتقين يا رب؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. جميل. كي تكون متقيا لابد أن يكون عندك يد ندية وكف طرية وقلب يشعر بالمحتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره بجانبه طاو من الجوع. صحيح. إذن الرحمة المتأصلة في قلب المتقي وفي قلب المسلم تجعله ينظر إلى من حوله مسكينا أو يتيما أو فقيرا أو أرملة أو يتيما، لأن القلب الذي ينظر إلى هذه الحالات الخاصة له فرض في حق الغني. هؤلاء المساكين والفقراء والمحتاجين لهم حق في مال الغني. كيف له حق؟ هو من الورثة؟ لا، مش من الورثة. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال: وفي أموالكم حق للسائل والمحروم. قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هذا الرجل الذي يملك المال وينظر لمن حوله فينفق عليهم ويعطيهم أزكى الأزكياء. أزكى الأزكياء. لما يكون أزكى الأزكياء؟ لأنه ينفق من وسع زي ما بنقوله، من رزق الله عليه أو من خير رب العالمين. فينفق الله عليه. مظبوط. الله تعالى قال: أنفق عبدي، أنفق أنفق عليك. النهاردة يا أستاذة حد فينا بيدور على أعلى نسبة ربح في أي مكان في البنوك ويضع فيه مظبوط أمواله فعلا. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى هيديك على أموالك نسبة لا يمكن تحلم بها، الله سبحانه وتعالى أعطاك نسبة على الإنفاق لا يمكن أن تتخيلها. أنفق أنفق عليكم. عطاء الله سحاء سخاء، يعطي بيديه الكريمتين عطاء من لا يخشى الفقر، ويضاعف الله لمن يشاء. ويضاعف الله لمن يشاء. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها ففي رمضان ونحن في أيام الخير، هذه الأيام التي بدأ فيها عطاء الله سبحانه وتعالى للبشرية وللإنسانية وارتبط السماوات بمدد الأرض، الله سبحانه وتعالى في أول يوم من أيام الشهر الكريم يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران ويصفد الشياطين، وينظر الله إلى أهل الأرض، ينظر الله إلى أهل الأرض، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. آمين يا رب. إذن الغاية من الصيام التقوى، والغاية من التقوى من الصدقة. الله، الذين ده الارتباط أو الربط ما بينهم. الذين ينفقون في السراء والضراء. في السراء والضراء. أنا معايا بنفق، طب لو عندي مرض وعندي ألم
الضراء اهو انفق برضه. أيوة. انفق ازاي؟ ده انا المفروض اروح مش عارف ايه. لا اقول لك لا، قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه، فان كان مريضا فليتصدق ليشفيه الله، وان كان عنده مريض فليتصدق ليشفيه الله. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه وان كنت تشعر ان مالك ليس فيه بركه. نشعر نلاقي واحد يقول ده انا ما شاء الله قبضي كبير، ومن يوم 15 في الشهر بلف حواليا وبص ما لعيش ولا جنيه ولا جنيه، ما بيكفيش. ليه؟ بركه. هنا البركه. صحيح. البركه اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام حصنوا اموالكم بالزكاه.